كنبتة تزيينية من خلال فقرة تركوا الأخضر. فاصل وراجعين، تفضلوا. سنين. اهلا بك لطفي، واهلا بالمشاهد الكريم. دائما مع النباتات ودائما مع الالوان. فقط افتح قوس مع عزيزتنا امال، لازم تروحي البوسعاده ولازم تزوري ان شاء الله متحف اتيان ديني. نروحوا كيف كيف ان شاء الله، والله حتى يعني المناطق الجبليه اليوم طريق تديك حتى الجبل، يعني مخدومه. لازم تنضمي للفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي 123 فيفا الجيري، هو موقع لشباب ينشطون من اجل انه يقوموا باعمال خيريه. وكما وعدونا راح يمسوا 48 ولايه، ووقت ما يلحقوا البوسعاده رمي يتصلوا بكم ان شاء الله. والله ان شاء الله دوك معنا صح ولا ما نروحوش؟ لازم نكون حاضر. اذا النبتة انا رقم واحد، انت رقم واحد. اسمع كراك رقم واحد، نعطوك زهرة الخزامة للطفي، لانه نفس اللون مع القميص، تماشى مع القميص تاع لطفي. نديروا فاصل ونعاودوا كلش. اذا نبتة الخزامة حوالي 25 نوع نباتي، ينتمي الصنف يضم حوالي 25 نوع نباتي. اذا نلقاو هذه النباتات هي من نفس العائلة كما لامونت اللي هي النعناع، هي نبتة علاجية من نفس الخزامة. نعم، هي مستعملة زيت الخزامة، حين نتكلموا عليه ربما لأنه فيه أنواع في الخزامة. إذا لو نتكلموا اليوم على لافوندولا أوفيسيناليس اللي هو الاسم العلمي ديالها، هي من نفس العائلة، نفس الشيء كما النعناع بالعاميه كما نقولوا لامونت. اذا 25 نوع، صنف يضم 25 نوع، نلقاوه في مناطق البحر الابيض المتوسط حتى الشرق الاوسط وحتى للهند. اذا هذه الانواع نلاحظوها في هذه المناطق نوعا ما طبيعيا، وتنمو بشكل رائع، لها رائحه رائعه وهائله. فأوراقها كذلك يعني عندها. راح نواصل لكن بعد أن نغيب للحظات وثواني وراجعين، ابقوا معنا تفضل. إذا كل شخص تعود أنه يقتني نباتات ويختار نباتات تزيينية، لكن من دون أن يعرف فوائدها. نسرين دائما حاضرة من أجل أنه تقدم لنا الفوائد وتقدم لنا أيضا خصائص النباتات المنزلية. اليوم اخترت لنا الخزامة، ونواصل الحديث عن الخزامة والجانب التزييني لهذا النوع النباتي. الأزهار هي ذات اللون كما نشوفه البنفسجي، أزهارها رائعة وتشبه تماما حتى الحلحال، يعني هي نوع من الحلحال. فقط الحلحال يؤكل، ولكن هي نوع من انواع لافوندولا الحلحال، ومن 25 النوع اللي ينتموا لهذا الصنف. إذا الحلحال عنده نفس الإزهار، ربما يكون على شكل سنبلي هكذا فقط، يكون أكبر، والإزهار تاعه يكون بنفسجي مزرق نوعا ما. هذا الاختلاف، والاختلاف كذلك موجود في الأوراق، فمن نوع الى اخر، حتى لو كان عندنا 25 نوع ويتشابهوا والازهار تاعهم كله بنفسجي، ولكن في الاوراق نشوفوا انه دائما هناك اختلاف. زيدي قربي فقط الصوره اذا كان امكن ساميه، راني نشوف في نبته اخرى ولا مانيش نشوف مليح؟ لا لا راك تشوف مليح. هذه اللي منا راك تشوف مليح، صغيره هذه، هاي اللي منا. واش منا نشوفوا كذلك سانتولينا اللي هو لما نتكلموا على سانتولينا فنروحوا مباشره لماده تباع في الصيدليات كذلك، يعني سنتولا. هي نعم، فهي تدخل بطبيعة الحال في تركيب هذه المواد لتكون رائعة، وبالتالي الزيت المستخلص من هذه الأنواع النباتية يكون رائع على الجسد، الدلك إلى آخره. والإدماج هذا كان اختياري ولا عشوائي؟ باش زدتي هذا النوع عشوائي نوعا ما. عشوائي نوعا ما، فقط لو نشوفوا يشبه نوعا ما، يشبه يعني يشبه، ولكن هو مختلف من حيث الرائحة، حتى الرائحة رايحة للسانتول نوعا ما. إذا هنا بما أنه تطلق رائحة نقدر نحطها في المطبخ
بطبيعة الحال دائما. بالنسبة للنباتات اللي تكون عطرية عندها عطر وتكون نوعا ما طبية يعني عندها هدف بطبيعة الحال، مثلا مثل سانتولينا ما نستعملوهاش لا في الطبخ ولا انتيزان، في بعض الأحيان يعني المرورة تاعها ما نحملوهاش، وبالتالي فقط نستعملوها احنا كثرتها يعني في الجزائر نستعملوها فقط للرائحة ديالها لي بوردور يعني للحواف. نستعملوها مثلا في النافذة، نافذة المطبخ مهم جدا أن تكون عندي هذه الألوان الرائعة، منها نباتات طبية، منها عندها رائحة دائما. حتى في التهيئة على المساحات الخضراء، لما تكون عندي مساحة خضراء دائما نصيحة لمدها المهيئ، النصيحة لمدها المهيئ. الحشرات راهم يتبعوا في النبتة دائما يتبعوا في كل مرة تجي للسرير تجيب لنا مع الحشرات. إذا حتى الرائحة المهيئ لما يروح يهيئ مساحة خضراء يختار دائما نافذة المطبخ ويحط لها هذه النباتات اللي تكون عندها عطر قوي وعطر رائع اللي عنده تأثير مباشر على المطبخ. فمثلا استعملوا الغومارين، الغومارين استعملوه في ليغوتي عنده نفس اللون كما نشوفوا زهره الخزامه، حين نشوفوا ازهار الغومارين تروح للبنفسجي المزرق، وهنا يتم هذا المزج لتكون لوحه رائعه من الانواع النباتيه المختلفه. تحتاج الى رسم من عند تحتاج رسم وتوقيع من لطفي وامال ونسرين كذلك. اذا كل هذه النباتات مثلا لافندولا نستعملوها كذلك للحواف. هنا ما نتكلموش عن الحواجز لانه الطول تاعها ما يلحقش انه تكون حاجز يعني تزييني، ولكن حافه تزيينيه رائعه بالنسبه لمرافقه الطرق. اذا كان لما نقول طرق مش طرق الكبيره، فلما نقول طريق نقول مثلا مدخل بيت، يعني تكون عندي حديقه خاصه، حديقه كذلك حتى لو كان عندي في الحي، لانه مهم جدا تهيئه الاحياء ومدخل العماره. مثلا اذا كان عندي مساحه خضراء في مدخل العماره مهم جدا اني نستعمل هذه الحواف اللي تكون عندها رائحه رائعه. وبالتالي حتى لما نتكلموا على رائحه، فبكري كانوا يستعملوا مازالهم يعني دركا يعني ناس زائر كما نقولوا نستعملوا الخزامه في المخايد كما نقولوا، في الاكياس، في الصوف مثلا، باش الصوف تقعد الرائحه تاعها يعني مليحه بعد غسلها وتجفيفها، يحطوا يعني في كيس من القماش داخل الخزانه كذلك، في كيس من القماش هذاك اللي يكون ابيض، وبالتالي يغلقوه ويحطوا هذه الانواع. لماذا يغلق؟ لانه بعد مده زمنيه نشوفوا انه الازهار نوعا ما تبدا تتفتح نوعا ما، يعني تفقد نوعا ما يعني هي بذور، الازهار هي عباره عن بدور. فتبدا بعد مده زمنيه نشوفوا انها تسقط نوعا ما، وهذا باش ما يعني ما تقيسليش الملابس ولا نخلوها دائما في هذاك الكيس فقط. وبالنسبه للعنايه، ربما كثير من الاشخاص يفضلوا انهم يختاروا النباتات اللي ما تحتاج الى عنايه، كما يقول لك قلبها بارد، يعني تحط النبته وتنبت وحدها بلا ما تسقي بلا ما تزرع بلا ما. اختيار على كل حال، هو اختيار خيره تربوا يعني قط ولا بقنين ولا هو اختيار في الانواع. كما نختاروا انواع تاع الحيوانات، هناك حيوانات تحتاج لعناية مستمرة، وهناك حيوانات أخرى لا تحتاج لتنظيف ولا تحتاج لعناية. نفس الشيء بالنسبة للنباتات، كائن حي كالكائنات الأخرى، أليس كذلك لطفي؟ كائن حي كالكائنات الأخرى، وبالتالي العناية بطبيعة الحال هي مقارنة للنباتات الأخرى. تحطها في تربة كلسية ولا تحطها في تربة تكون حامضية، وتحطه معها كما عودتي للسرير، مش باللغة مش بالأغنية، أفضل شيء لغة القلب. إذا كان عندك حديث بالنسبة احتك بالطبيعة فقط، تحدد الطبيعة كما حبيت، فهي تفهمك وانت تفهمها. إذا كان عندك يعني اتصال وعندك هذه القدرة أنك تحس إحساس بالطبيعة، فهي تفهمك وانت تفهمها. فحتى قاتلنا من 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 المزايا اللي لازم أنه نباتات تقدميها لها، انه تقومي بلمسها ومداعبتها والحديث معها، لان النبته تتفهم وتزيد لها القدره في النمو، لكن لازم ما تكونش شوكيه، ما فيهاش لا ما تكونش شوكيه. وحتى النباتات الشوكيه هي على كل حال النباتات الشوكيه محبوبه كثير عند المشاهد الكريم. الكل يسال نبته شوكيه بصح نحبوها. نعم الورود
الورود كذلك يعني عندها، هي مش نباتات شوكية على كل حال، هي نباتات عندها أشواك فقط، لأنه لو كل ما نباتات شوكية نروح لكاكتاسي، هي عائلة أخرى مش لغوزاسي، ولكن نباتات الشوكية يعني من عائلة الكاكتاسي الناس يحبوها بزاف نباتات الشوكية، لأنه حتى النباتات الشوكية عندها إزهار، ويظهر الإزهار تاعها في ارتفاع درجات الحرارة، يعني في فترة صيفية فهناك أزهار صغيرة تكون ذات اللون الوردي البنفسجي أصفر. الأحمر الأصفر، وكل نوع من الأنواع الشوكية تظهر بإزهارها وإزهارها مختلف. إذن هناك كذلك لوحة رائعة هنا في النباتات الشوكية. إذن نعود نقول لنبتة اليوم تحتاج لعملية الزبر، دائما الحواف تحتاج لعملية الزبر. ممكن أن يستعملها كحافة، ولكن هذا ما يعنيش ما عنديش كيفاش ندير حافة، إما نحطها في المحبس أقصى حد، أقصى حد 30 سنتيمتر 40 سنتيمتر 50 سنتيمتر، مش حتفوق يعني، حتى لو شفت الأزهار هي طوال أكثر من هكذا، يعني يلحق الطول تاعها حتى 30 سنتيمتر، وبالتالي الحافة لو يكون يعني تكون حوالي عن طريق عملية زبرة نزبرها، يعني لازم لها لونتروتيان، هذا هو العناية تاع الحافة، يعني نقوم بزبر الحافة. لماذا؟ باش تكون أوموجين، باش تكون عندها نفس الشكل نفس الطول، وتكون الحافة منتظمة، يكون هناك انتظام في الحواف. الافتسال هو عملية تكاثر هذا النوع النباتي، إما عن طريق عملية البذر أو الافتسال، وهو سهل جدا نقوم به بعد الإزهار، يعني بعد فصل الربيع نقدر نقوم بعملية الافتسال. في فصل الشتاء قبل ظهور الإزهار نقدر كذلك نقوم بعملية الافتسال. شكرا لك نسرين. شكرا لك لطفي. شكرا لك أمال. شكرا لك. الركن الأخضر، واش راح تجيب لنا العدد القادم؟ أكيد نباتات. واش العدد القادم راح يكون مع سهام؟ زميلتي سهام. مع سهام. سهام. واش راح نشوفوا؟ سهام نشوفوا لها ألوان أخرى، وأنت نشوفوا لك رائحة طيبة. شكرا لك نسرين. كلمة ختامية أمل، بالنسبة لك فنانة تشكيلية، واش هي آفاقك ومشاريعك المستقبلية؟ بحضور الامكانيات طبعا. اول شيء نشكركم على الاستضافه الطيبه، ان شاء الله تكون فرص اخرى ان شاء الله. وامنياتي ان شاء الله قلت لك وجهت نداء خاص للسيده المحترمه رئيسه بلديتنا، احنا عندنا امراه اللي نفتخروا بها السيده بن سالم حبيبه، ان شاء الله تعطينا اماكن باش نقوموا بتقديم ولا باش تعليم هذا الميدان الفني لشباب واحد اخرين ان شاء الله. اكيد راح تلقاي الاعلام الصاغيه، ومشكل من مشاكلك راح تحل في شهر ابريل، راه يقول لك 1 2 3 في فيفري راح تكون عندهم زياره بوسعاده، راح يكون فيه عمل خيري يقدموه لمرضى مستشفى ببوسعاده، واكيد الدعوه موجهه لك وموجهه لك ايضا نسرين، وكل شخص يحب انه يتوجه ويكون في الموعد، ما عليه الا انه يزور موقع التواصل الاجتماعي وصفحه 1 2 3 فيفا لالجيري، وما تنساوش صفحه برنامج المساء الثالثه.